ساعات قليلة بتفصلنا عن موعد المؤتمر الدولي الثاني لتأمين الدعم الإنساني للشعب اللبناني. المؤتمر رح ينعقد الساعة 6:30 المساء بواسطة تقنية الفيديو، بيترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ورح يشارك فيه أكثر من 30 من رؤساء الدول والمنظمات الدولية والمنحين متعددي الأطراف والمنظمات غير الحكومية. مؤتمر باريس الأول كان ب 9 آب ووفر نحو 250 مليون يورو، فشو توقعات المؤتمر الثاني؟ بحسب المعلومات، المؤتمر الثاني رح ينظر بالمساعدات اللي تقدمت بالمؤتمر الأول وكيف تم صرفها. المؤتمر رح يقيم شو الحاجات اللي بعد عايزة المتضررين من جريمة انفجار مرفق بيروت، كما رح يقيم الوضع الصحي والإنساني. ومن المتوقع أنه يتم إنشاء صندوق بيديره البنك الدولي بالأسابيع الجاية لتوجيه المساعدات الإنسانية من خلال وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، يعني المساعدات ما رح تمر عبر مؤسسات الدولة بلبنان، وهي رح تكون بس لمساندة عملية التعافي من الانفجار، وما رح تكون لإنقاذ لبنان، لأن عملية إنقاذه بتحتاج لتنفيذ الإصلاحات أولاً. وهون تلفت المعلومات إلى أنه ما رح تغيب الأزمة السياسية بلبنان عن المؤتمر، فمن المتوقع أنه يكون في رسائل فرنسية صارمة حول خطورة الأزمة بلبنان وعدم تنفيذ الإصلاحات. وبوقت سابق أصدرت الرئاسة الفرنسية بيان قالت فيه أنه ما تنفذ أي من مطالبنا لتنفيذ خارطة جديدة بلبنان، ورغم أنه قالت المعلومات أنه ماكرون رح يزور القوات الفرنسية التابعة لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام بلبنان بعشرين كانون الأول، ما أكدت الرئاسة هيدا الزيارة. ما تنسى تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ولايك لصفحتنا على فيسبوك.